حطينا الكونسيلر موشة من جوا وحوجبة من جوا هلا من بعد ما نحط الكونسيلر فينا نعمل ميك ابنا ونرجع نحط الروج وفينا نحط الروج نرجع نعمل الميك اب هيدا عم ناخذ الوسط اللي بيلبق للكل دايما هون اوطى شوي شفتي بالاكوا كيف اشتغلتها ثاني ميك اب هيدا اورنج وهلا البني بفوتي ما تقعدي تشوفي هيك وادك للاورنج انا شوف الشكل مثلا عملت ميلانج فيه يكون اورنج حيلا اورنج وتدخلي فيه شوية بني خلاص وفيك تحطي اورنج لحاله مش ضروري اورنج فيك تحطي اخضر وترجعي تدخلي بقلبه البني تحطي ازرق انا عم بعمل شيء وعم علمكم انه هو ذاته شو ممكن ينعمل تجرب اعطيكم كذا شيء مش بس مكياج واحد لاحظوا كيف انا عم بعملها تحت العين عم نزل الاي شادو شوي فهو عم بعطي وسع على العين فيه يكون اي لاينر بني اكوا اكوا يعني تنسو مع مي والاي لاينر هو ذاته هيدا فيكم تعملوا فيه رسم للحواجب اذا حواجبكم بدهم يتقبلوا في اكوا اسود واكوا بني هولي اكثر اثنين تعملون تحطون مع بعضهم تتعلموا كيف وجدكم بالماي ساعتها مي اكثر ولون قليل وتعملوا هيك هيك شو حلو تتعلموا هي اكثر طريقه سهله في الحواجب كلها لجينيفر المكياج اللي بيبقى لكل الناس لانه هيدا اللي انا بعمله لما كنت عم بعمل هيك مكياج واحد بعطيكم اللي اكثر شيء بتستفيدوا منه وهو ذاته بتحولوا لكلام يعني بمجرد ما تغيروا له الالوان اللي هو كلاسيك ليه انت حاطط كثير حلو الماتيريال يا ريت هيدا تقريبا بيشبهه منه فيكم تعملوا هلا لكل حدا حابب يتعلم شيء ثاني فيه ياخذ بريفي لانه هي السيشن اللي بتطبقوا فيها هيك بتصيروا بروفيشنال